خطط واستراتيجيات مدروسة وجهد دؤوب متواصل، نهج ثابت لشرطة عمان السلطانية ارتقى بها في مصاف المؤسسات المتقدمة في جميع المجالات وفي مختلف ميادين العمل من أجل بسط مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان وإيجاد أنظمة إلكترونية متكاملة وتقريب وتبسيط وتجويد الخدمات الشرطية. إن التطور الذي وصلت إليه شرطة عمان السلطانية ما هو إلا انعكاس لمدى الاهتمام السامي من قبل الحكومة الرشيدة الذي أتى ثماره من خلال الكفاءة العالية في التعامل مع جميع المستجدات والأحداث. إن إنجازات شرطة عمان السلطانية لم تكن لتحقق دون تدريب متقن وفكر صائب في تطوير العنصر البشري الذي هو صانع التنمية ومحركها في تأهيل كوادرها البشرية، فقد وجهت القيادة العامة للشرطة دفة اهتمامها نحو إعداد وتأهيل منتسبيها بما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقها وينسجم مع التحديات الأمنية المستجدة من خلال أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ومعهد تدريب الضباط وإدارة أقسام التدريب بمختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والتي تؤدي دورها التأهيلي باستخدام أحدث البرامج التدريبية والتعليمية والتطبيقات العملية التي تكسب منتسبي الشرطة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا والأحداث الأمنية. ومع هذا النجاح المتواصل والعمل الدؤوب لا تتوانى شرطة عمان السلطانية عن بذل مزيد من العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، فجميع هذه المبادئ كانت بمثابة المرتكزات التي تسير عليها شرطة عمان السلطانية لتحقيق الخدمات المتجددة من أجل بناء شرطة عصرية متكاملة منسجمة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني. وتحرص شرطة عمان السلطانية على توفير التغطية الأمنية والوجود الشرطي في جميع المواقع من خلال مراكز الشرطة المنتشرة في أرجاء سلطنة عمان وتوفير خدمات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية عبر مراكز الخدمة بمختلف الولايات، إضافة إلى وحدات الإسناد لشرطة المهام الخاصة التي تتمتع بأعلى مستوى من التدريب والكفاءة في العمل على مواجهة أي طارئ والاستعداد لتقديم الإسناد والدعم لجميع تشكيلات شرطة عمان السلطانية المزودة بالمعدات والآليات المتطورة، حيث تقدم خدمات الجوازات والتأشيرات الإلكترونية والخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية وخدمات تجديد وتسجيل المركبات وإصدار رخص السياقة وخدمات الجمارك إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات الشرطية. كما أصبحت شرطة عمان السلطانية ذات ريادة متواصلة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشاراً في سلطنة عمان، وتنطلق بخطى متسارعة وأصبح الابتكار فيها ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التقنية والإيفاء بمتطلبات وتوقعات الجمهور والجهات الحكومية وقطاع الأعمال. ويقدم تطبيق شرطة عمان السلطانية مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تتميز بالتكامل والشمولية، ويوفر منصة خدمات إلكترونية ذات فعالية عالية وسهلة الاستخدام لإتمام العديد من الخدمات. وتعمل شرطة عمان السلطانية على تنويع وسائل تواصلها مع أكبر فئة ممكنة من المواطنين والمقيمين، مستخدمة في ذلك كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إصدار مجلة العين الساهرة وملحق الشرطي الصغير بهدف بث توعية وتعريف الجمهور بالخدمات الشرطية.